وللمزيد مشاهدينا مما يحدث الآن في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور رامي. إذن وحضرتك متخصص في مسألة العلوم والعلاقات الدولية، الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة أصبح الآن وضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، أيضا الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني ما زالت مستمرة. ماذا يسعى برأيك نتنياهو بعد توسيع رقعة الصراع في الضفة؟ في البداية برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني يمكن الوضع الإنساني المأساوي هو وضع مقصود من الجانب الإسرائيلي بهدف صياغة عمليات نفسية معينة بتخدم على العمليات العسكرية، اللي هو المقصود بها صناعة اليأس من أجل تحقيق أغراض عسكرية أو أغراض استيطانية بالأساس، لأن هو لما يعزز من التداعيات السيئة للوضع المأساوي هناك، ده هنا بيحاول يعزز من فرص طرد السكان المحليين من الأرض، وبالتالي بتتبقى الأرض فاضية بعد ما بيتم تدميرها، اللي هو فيما يعرف بسياسة الأرض المحروقة وصناعة اليأس في النفوس الفلسطينية. كل ده بهدف السيطرة على الأرض في الأجل القريب. لكن الحاجة الجديدة إن توسيع العمليات الإسرائيلية الفترة الحالية هتتم بشكل مكثف للأسف الفترة حتى القادمة. ليه يا فندم؟ لأن قبل ما يتم السنة على العمليات الإسرائيلية اللي بتعملها في غزة، بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف هيقدم لإسرائيل بيان أو تقرير كشف حالة إيه التقدمات أو إيه التطورات اللي هو حققها أو المكاسب اللي حققها من الحرب دي خلال عام انصرف. وبالتالي هو بيجهز نفسه أنه هو لازم على الأرض يحقق مكاسب كبيرة جداً قبل يوم 7 أكتوبر عشان هيقدم كشف حساب للشعب الإسرائيلي هو حقق إيه خلال السنة دي. عشان كده الفترة الليلة اللي جاية دي للأسف هتحصل فيها عمليات كثيفة جدا من الجانب الإسرائيلي. طيب دكتور رامي، يعني استكمالا لحديث حضرتك، بنشوف أنه كل يوم بتنكشف وحشية الاحتلال الإسرائيلي وتعمده ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في كل شبر من الأراضي الفلسطينية. إلى أي مدى تعكس هذه الممارسات استهتار الاحتلال بالقوانين بالمعاهدات الدولية وأيضا الإنسانية؟ ده ممتاز سؤال ده. بص يا فندم، احنا هنا بنقول عليها وحشية لأن احنا مصريين وعرب مسلمين أو مسيحيين، لكن هم هناك حتى اليهودي المتدين هو ضد اللي بتعمله إسرائيل، لأن ده بيخالف أول تحريم سماوي في التوراة وهو تحريم القتل. لكن المسألة هنا اليمين المتطرف هو بيتباهى بالوحشية دي على إنها أسلوب رد فعل عنيف بيحفظ لإسرائيل مكانة هيبتها وبيعمل رادع لحماية شعب إسرائيل، حتى الشعار بتاعهم شعب إسرائيل حي، وكأن اليمين المتطرف بيتاجر بالوحشية دي ان هو بيتحدى العالم كله وان هو عنيف في دفاعه عن امن وبقاء شعب اسرائيل، وكل ده بيعمله عشان يكسب ارضية. فكل ما ازدادت الوحشية الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين، كل ما اليمين المتطرف زادت ارضيته تجاه الشعب الاسرائيلي، بصرف النظر عن بعض التعرضات اللي موجودة من اليهود المتدين او اهالي الاسرى الاسرائيليين. لكن اليمين المتطرف دي ايديولوجيته، حتى عندهم في تحريفات كتيرة جدا في يعني التلمود حتى بتبرر لقتل المسلم أو المسيحي. المسألة هنا إن هم بيستغلوا كل الجرائم أو شرعية الجرائم هنا سواء بشكل ديني أو بشكل سياسي من أجل حماية شعب إسرائيل، وهنا المتاجرة بالعملية الإجرامية لصالح الأجندة السياسية أو لصالح المصالح الشخصية. عشان كده كل ده بيحصل في مصلحة بنيامين نتنياهو في بقائه في السلطة، ده واحد. اتنين، ضمان مستقبل تحكم اليمين المتطرف في إسرائيل لفترة طويلة شوية عن كده، لأن خسارة الحرب دي أو عدم تحقيق أهدافها من قبل إسرائيل ده معناها نهاية مزرية لتاريخ بنيامين نتنياهو، واحد، ونهاية مزرية لعودة أو بقاء اليمين المتطرف في السلطة دائما. طيب يا دكتور، خلينا نتناول جزئية أخرى في نقاشنا. مصر الحقيقة ليها دور واضح ودور مميز جدا في مسألة دعم كل الجهود الهادفة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. برأيك كيف ترى الدور المصري التاريخي لمساندة القضية الفلسطينية؟ ده جميل، لأن بص يا فندم، هو طبعا مصر لها ضبط، والدور المصري يمكن في القضية الفلسطينية دور مشرف جدا لانه بينطلق من المسؤوليه التاريخيه لمصر. وبالمناسبه يعني لاننا تالف اكثر من قناه بره مصر، احنا منتظرين مصر تقدم المزيد. لا، مصر طول عمرها بتقدم المزيد، بس هو في نوع من يعني بعض الناس
مش عارفة ده احنا الدولة الوحيدة اللي اتكلمنا عن حقوق الفلسطينيين في عقر دار الإسرائيليين، احنا الدولة الوحيدة اللي بنسمح للمساعدات ان هي تخش من عن طريق المعبر بهدف سياسي واحد وهدف إنساني اثنين. ده بالعكس، ده احنا اللي بنحاول نعطل كمان إسرائيل من تحقيق هدفها من خلال قلب الرأي العام العالمي عن الخدع اللي إسرائيل عملتها، لأن إسرائيل استغلت اللي عملته حماس، والحقيقة بتستغل أي حاجة تعملها حماس لصالحها عشان تدي كفر أو شرعية بأن احنا بدفاع شرع عن النفس. مصر هي اللي كشفت الحقيقة، هي اللي وضحت للرأي العام العالمي أن ده خدعة من خلالها بيتم جرائم الإبادة، واستدعت بناء عليها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لما جه مرتين على المعبر، ومبعوث الاتحاد الأوروبي مؤخرا وقبليها من فترة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي. فكل ده عمل تأثير قوي جدا على الرأي العام العالمي اللي تجلى مؤخرا في أكثر من مكان، في متمثل في تظاهرات في أكثر من عواصم دول أوروبية أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فكل ده كان بسبب الدور المصري الحيوي حتى في الوساطة، سواء بقى يعني عشان اتكلم بوضوح، سواء الوساطة اقليميا ما بين ودوليا ما بين اسرائيل وما بين السلطة الفلسطينية من جانب الولايات المتحدة الامريكية، او حتى تهدئة الوضع الداخلي في اسرائيل، توحيد البيت، لان يعني المخابرات العامة في مصر تعبت بس وما زهقتش، ما حد زهق، لان ياما حاولت توفق ما بين الفصائل الفلسطينية عشان تفوت على اسرائيل مبدأ فرق تسد ما بين فتح وحماس. فمصر ما بتزهقش ولا بتمل من الوساطة أو الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين سواء في الداخل أو على الصعيد الإقليمي والخارجي. طيب دكتور رامي، يعني الحقيقة مصر أكدت أنه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بصورة عادلة واستعادة أمن واستقرار المنطقة لا ينتهي عند التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في القطاع، ولكن بالنجاح في التوصل لتسوية عادلة ودائمة لهذا الصراع. كيف ترى الجهود المصرية المستمرة الحقيقة للوصول لتسوية عادلة ودائمة لهذا الصراع؟ حقيقي جدا على السؤال ده. بص يا فندم، السؤال ده ليه يعني اجابته ليها شقين. الشق الاولاني ان وقف اطلاق النار هو ده حاجه ايرجنت، حاجه عاجله جدا مصر عايزاها تحدث، لان وقف اطلاق النار هيعمل بيئه خصبه لاستئناف التفاوض، وربما التفاوض ده ينتهي الوقف دائم لاطلاق النار. بس الجزء الثاني بقى، الشق الثاني، ان حتى لو حصل وقف دائم لاطلاق النار، وهو ده مصر نجحت فيه على فكره بالتنسيق مع تركيا في اثناء عمليه الرصاص المصبوب في فترة الرئيس حسني مبارك 2008-2009، وحصل وقف دائم لإطلاق النار بس القضية ما انتهتش. هي المسألة هنا مصر بتصر على إنهاء القضية بشكل عادل، اللي هو حل الدولتين. الكلام ده من أيام الرئيس السادات، لأن هو ده الحل الجذري اللي هيخلي حالة الاستقرار أو عدم حدوث أي مناوشات أو أي اعتداءات من إسرائيل على الفلسطينيين غير قائمة. وبالتالي لو حصل حل الدولتين خلاص حصل استقرار. بس هنا هنصطدم بقى بحاجة ثالثة، وهي رغبة إسرائيل بالأساس في تنفيذ حل الدولتين. عشان أتكلم معاكي بمنتهى الصراحة، أنا بقولك إسرائيل مش هتوافق على حل الدولتين، ومش من مصلحتها توافق على حل الدولتين، لأن حل الدولتين بيتعارض بالأساس مع حلمها الإمبراطوري وحلم الدولة اليهودية. ده غير إن كمان حل الدولتين ممكن من الجانب الفلسطيني نفسه نتيجة إن في حماس هنا وفتح هناك وعدم توافق على ان هم يقفوا بظهر بعض في حل الدولتين او يحصل تكتل فلسطيني، ده بيرجح كفه اسرائيل في اجندتها. عشان كده مبدا فرق تسد لما اسرائيل بتعمله وبتنجح فيه، ده بيفوت على الفلسطينيين ان هم يحققوا حل الدولتين، بالرغم من ان مصر بتنادي بالحل ده من فتره طويله من ايام رئيس السادات، وحتى حصل ضغط دولي جدا على الموضوع ده. لكن بمنتهى الامانه، حل الدولتين يتوقف على حاجتين: إرادة الفلسطينيين وتوحيد الصف الداخلي أولا، والضغط على إسرائيل من خلال المجتمع الدولي. وصلت الفكرة. أنا الحقيقة بشكرك جزيل الشكر دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.